إن كانت فلسطين هي الأرض المغتصبة لمسلمي العرب، فكشمير هي الأرض المغتصبة لمسلمي العجم. دخل الإسلام كشمير في القرن الأول الهجري على يد القائد المسلم محمد بن القاسم الثقفي الذي فتح بلاد السند ووصل لكشمير. فتح محمد بن القاسم الثقفي بلاد السند وهو ابن 20 عاما، لا عجب، فقد نشأ وترعرع وهو يتدرب على الجندية حتى أصبح من القادة وهو لم يتجاوز 17 من العمر بعد. ابتدأت الحكاية عندما استولى قراصنة السند من الديبل بعلم من ملكهم داهر عام 95 هجرية على 18 سفينة بكل ما فيها من الهدايا والبحارة والنساء المسلمات. فحاول الحجاج بن يوسف الثقفي استردادهم بسلمية، لكن داهر واجهه بالصدر، فأرسل الحجاج جيشا تلو الآخر دون أن يصل لحل حاسم. وقد وقع اختيار الحجاج في نهاية المطاف على الشاب محمد يقود هو جيشا سيفتح بلاد السند وما جاورها ويكون هو المختار من الله في نشر كلمته في أرجاء أراضي الكفر والاستعباد. من هنا دعونا نقفز قفزة دراماتيكية إلى الأمام، إلى القرن 19 الميلادي، حيث احتلت بريطانيا بلاد الهند والسند، وسلمت بريطانيا حكم منطقة كشمير لطائفة من السيك، وهي ديانة حديثة مبتدعة تحاول دمج الإسلام بالهندوسية. احذروا ماذا؟ كانت فترة حكمهم شديدة السواد على المسلمين، إذ اضطهدوا المسلمين وارتكبوا المذابح، ودمروا في كشمير المساجد والمدارس الإسلامية، وسنوا عددا من القوانين المعادية للمسلمين، والتي تضمنت إغلاق مسجد الجامعة في وحظر الأذان وإصدار أحكام بالإعدام على ذبح البقر ودفع الضرائب الباهظة، إلى أن ضربت كشمير مجاعة هائلة عام 1832. وبينما كان كل ما سبق حاصل في تلك الأراضي الإسلامية، تمت على الطرف الآخر أعجب اتفاقية في التاريخ، تلك هي الأولى والثانية ستكون وعد بلفور. وفي سياق مشابه لأحداث بيع فلسطين في عام 1846، باعت بريطانيا إقليم كشمير لعائلة من الهندوس وهم الدوغرا بقيادة جولاب سينغ لمدة قرن كامل بمبلغ يعادل $1,000,000 اليوم. وهكذا باع من لا يملك لمن لا يستحق. بعد أن تولى جولاب سينغ القيادة، ابتدأت مرحلة ثانية من مراحل العذاب والقمع ضد المسلمين في كشمير. بعد انقضاء الحكم البريطاني من على شبه القارة الهندية، انقسمت المستعمرة لقسمين، ما يعرف اليوم بالهند وباكستان، وكان التقسيم معتمدا على أساس ديني بحت، وكان نصيب الهندوس أرض الهند، ومن نصيب المسلمين باكستان، وكان من المفترض أن تكون كشمير جزءا من الدولة الباكستانية الناشئة، كون أغلب سكانها من المسلمين، إلا أن هاري سينغ حاكم الإقليم حينئذ قرر أن يتبع كشمير للهند دون وجه حق أو استفتاء شعبي. وقعت كشمير ضحية هذه الخيانة الذي أدى إلى نشوب حرب عام 1947 بين الهند وباكستان، والتي استطاعت فيها باكستان بالاستعانة بالمجاهدين استعادة 37% من الإقليم. رأت الصين في هذه الحرب فرصة سانحة، سيطرت على جزء من كشمير المطل على حدودها والذي يقدر ب 20% من مساحة كشمير. بعد حرب 1962 ضد الهند، تلاحقت الحروب بين الهند وباكستان خلال النصف من القرن العشرين، لخصت في 4 حروب طاحنة غير حاسمة. لا يزال الهندوس يتربعون عرش الأراضي الإسلامية بالاستبداد والاضطهاد بشتى صوره تحت حكم ناريندرا مودي، وهو عضو في الطائفة المسمى بالهندوتوا المعروفة بالميول العنصرية والكراهية الشديدة تجاه المسلمين. قد ترجمت لهم ندوات اجتماعات صادمة على القناة، سأترك لكم المقطع وبعض الروابط المهمة في خانة الوصف. Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. Only happening in Kashmir because they are Kashmiri Muslims. This is not happening to Kashmiri Hindus. India went against 11 United Nations Security Council resolutions which say that the people Kashmir is a disputed territory and the people of Kashmir have the right of self-determination. They got an extra 180,000 troops there. Total number of security forces in Kashmir now are 900,000. And they put
8 million people of Kashmir under curfew. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. There are two human rights, United Nations human rights reports on this. The world hasn't done anything because India is a huge market. Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. They believed in racial purity, racial superiority. They also believed they were an Aryan race like the Nazi believed they were an Aryan race. This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims from India. At one point, there was racial superiority of the Hindu race. Secondly, it was hatred for the Muslims and for the Christians because they believed that this golden age of Hindu civilization was stopped because of Muslim rule centuries back and then the British rule of India. So it was racial superiority and hatred for Muslims and Christians. It's ideology of hate that made Narendra Modi in 2002 do a pogrom against Muslims in Gujarat when he was the chief minister. He allowed 3 days for these RSS goons who were inspired by the Hitler brown shirts. They actually wear brown shirts. This RSS, the Congress Home Minister gave a statement that in RSS camps, terrorists are being trained. And these terrorists butchered 2,000 Muslims and 150,000 Muslims were made homeless. Narendra Modi could not travel to the US because of that. I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination.